ولنجوي من الاخر لليلي وهلا سكسس ستوري. شارك باستديو الفان سنة 88 وكانت بدايته بالتوزيع الموسيقي مع الفنانة إليسا بالألبوم بدي دوب، بعد اشتغل مع معظم الفنانين المعروفين بلبنان والعالم العربي. سنة 2001 أسس جي أم آر ستوديوز، ومن أهم مؤلفاته عيشالك لإليسا، قلبي مال وحبيتك أنا لرامي عياش، مجنونة بكون لكارول سماحة، يسمحوا لي الكل لأصالة، شفتوا من بعيد ليارا، مترحش بعيد للطيفة، وبالقلب خليني للفنانة العظيمة ماجدة الرومي. سنة 2009 أسس الأوريال ريكوردز وأنتج ألبومات عديدة، بنذكر جرينادين وشيراز وألبوم بالعكس يلي كان الأول من نوعه وتضمن عدد كبير من المغنيين وأغاني بلغات مختلفة، وفاز بجائزة بلاتينوم بالبست سيلينج. حيث على جوائز عديدة، بنذكر جائزتين بالميوريكس دور، الأولى كأفضل موزع والثانية كأفضل ألحان موسيقية لفيلم بحر النجوم. حاليا أصدر ألبومه الثاني كاستانا مع الفنانة يارا وعدد من المغنيين أمثال لارا سكندر. بيتضمن هالألبوم أغاني خاصة بعيد الميلاد المجيد. نتعرف أكثر عن هالألبوم ومنستقبل السكسس ستوري بعالم الموسيقى الملحن والمنتج الموسيقي جان ماري رياشي. مصاح جان ماري، مساء الخير، تفضل. مبروك كاستانا. صحتين. على فكرة كاستانا بياخذ كثير وقت، ان كان بالشوي او بالمارون جلاسي. قد ايه اخذ لك وقت هالالبوم؟ لا ما كثير وقت، ما كثير وقت. عملنا الالبوم بشهر ونص. هذا ريكورد يعني لنسجل الالبوم. الفكرة قررناها السنة يعني هلا من شهرين. وللحق نزار فرانسيس كتب الكلمات. جبنا ميوزيشنز اجوا من برا، البيانو كونتر باس باتري، وزدنا عليهم الالات الشرقيه من لبنان، ويارا غنيت ولارا ومارك وكريستيان كانوا الضيوف بالسدي. كاستانا لانه لنويل ولا من وحي الشتاء؟ لا لانه لنويل، لانه انا هالكاستانا انا بتذكرها بس بديسمبر، ودائما بديسمبر كثير بنقعد مع العائله وبحسها كل ليله موجوده بالعشاء مع الكيس دائما يعني. نزار فرانسيس لا شك انه هو شاعر كبير، بس يارا هي كان بدها تكون ضمن الالبوم ولا انا اعطوها الغني فيه؟ لا الفكره انا ويارا طلعنا فيها. الفكره انا ويارا انه بدي اعمل سيدي، ويارا صوتها كثير دافي يعني من اجمل الاصوات يلي فيها تغني الميلاد. صار زمان ايما بتتذكر اخر مره انعمل البوم للميلاد لبناني. حلو كثير. شو اضاف هذا الالبوم على البوم ماجد الرومي للميلاد؟ لا هيدا غير شيء، هيدا شو؟ أول شيء هيدا في أغاني أنت تعاملت مع اثنين؟ إيه، هيدا في أغاني حب. نعم. ما رحت كتير تراتيل دينية، يعني في قصة حب بتنحكى كمان، ورايح وين خليك هون بالعيد، في غنية كتير حلوة عن بيروت كمان اسمها العيد ببيروت. الفكرة إنه عم نعمل أغاني فيهم أمور، فيهم عائلة، بس بهيدا بشهر العيد، وكلهم أدابتاسيون لأغاني انتر ناسيونال معروفة. طيب جو ماري، عم نشوف هلا البوم كاستانا، ومش من زمان قررت تعمل برودكشن لالبومات خاصه فيك، ليه قررت تفوت بهيدا الخط وليه قررت هالنوع من البرودكشن؟ شوف، في مرات بتكون عندك فكره بتعرضها على ارتست مع شركه انتاج ما بيتجرأ يعملها، بصير خايف يعني، خصوصا الفنانين المعروفين بيخافوا. بروجي مثل هيدا، مثل انا جربتها بالبوم بالعكس والالبوم عمل نجاح كثير كبير، هيدا صار مثل كادر انه الارتست بيقدر يطلع عن ستيله ويغني اللي بده اياه بهالبروجي. يعني لما عملنا شفته من بعيد ليارا بسيدي بالعكس، هالغنيه بتذكر سمعتها لكذا حدا، كذا حدا، ما حدا ما بدي اقول استرجوا يغنوها، ما فهموا كثير انه الغنيه ما فيها بيركوسيون بهالجو. هيدا الالبوم كمان عم نعمل شيء لنويل، بس كمان الفكره انه الارانجمون كله اورجانيك، يعني ما في الكترونيك، كله اكوستيك انسترومنتس، ما في شيء بروجراماسيون، كله لايف باند عم يدق، وسجلناه وان شوت. حلو كثير. هيدا صار كثير قديم، هالتكنولوجيا الجديده ما استعملنا التكنيك القديمه، يعني من زمان كان فرق دق نسجل، بس اليوم كلها بروجراماسيون، عم نرجع بتقنيات جديده نسجل نفس الكونسبت، عم يطلع بتحسه كثير دافي، كثير حقيقي الميوزك. بتحس لايف ميوزك لو عم تسمع؟ هو اتس لايف. راشد بحسلي، جان ماري لما بده الفنان ينطلق بيكون في جان ماري رياشي دائما،
إذا غنية ضربت بيقولوا آه في وراها جان ماري رياشي. جان ماري رياشي مؤلف، ملحن، موزع، منتج، بس يا خي عم بتطلع فيك يعني ما عليك المظاهر الغنى تبع المنتجين، انت هيك اللوك تبعك كتير داون تو ايرث، كتير متواضع، مع انه علما انك انت ارستقراطي يعني رأس مال الانتاج تبعك الانتاج تبعك ما عم ينتج، ولا هيدي خصوصي عم تعمل هالشي لحتى ما تفتح العين عليه؟ لا شوف انا عم جيب الاشياء اللي بحبها عندي هون او الاشياء الخاصه بشغلي، كتير بصرف على شغلي لضل استمتع بالشغل وطور حالي، وانا من النوع اللي بحب شغلي يحكي عني، مش انا اقعد احكي عن شغلي ولا اقعد فرجي انه انا يعني الشغل. مش اذا لبست ساعه غاليه او سياره غاليه معناتها انت شغلك. انت عندك سياره غاليه؟ ايه لا بحب اتفرج عليها انا بحب سوق. بس كبار اليوم مثل مجد الرومي وقت يعطوا شهادتهم فيك، بس انت هون بتعجز عن الحكي بالنهايه. شوف الشغل مع ست ماجدة متعة، بعدين عطتني شانس لفرجي موسيقى عندي إياها، بس ما بتلبق لكل الناس. مش ما بتلبق يعني، في ناس ما عندهم كريديبيليتي تعمل لهم أوركستر سيمفونيك. سيدة يعني بدهنيك هذا دليل تواضع بالنهاية، وتتقول إنه ست ماجدة لو ما عطتك شانس يعني كمان. إيه أكيد يعني أنا إذا عندي هالموسيقى وإذا حطيتها مع حدا ما بتصدقوا إذا عملت له هالأرانجمان الكبير في غلط. هي عندها مصداقية لما نعمل ميوزيك، مثلا باخر البوم عملنا لايم لايت لتشارلي تشابلن بياخذ العقل، سجلناه مع بودابست مع السيمفونيك اوركسترا ببودابست، لما تغنيها بتحس انه مزبوطه، هيدي في مصداقيه لهالشخص يلبق له هيك برودكسيون ضخمه، مش حدا جديد بعده بتحس مش عارف شو عم يصير معه. انت مين بتفضل، حدا جديد ولا حدا يكون ديجا لا عنده مود؟ ما مين بتحب تشتغل اكثر؟ انا بحب الاثنين يعني، انا بستمتع اشتغل مع حدا جديد لنخلق ايدنتيتي جديده بالموسيقى. هو ماركت كمان يعني، ما فيك تيجي تعمل مثل ماجد الرومي مثل راغب علامه، كون عم تأذي للشخص. بس بيطلع حدا جديد، وانا عارف يعني بتذكر هون لما عملنا اول البوم لهيفا وهبه كان في نقص بالبوب ميوزك، بارتست تلبس جينز وتوب. قبل هيفا كانوا يلبسوا فستان تحسهم عم يغنوا دبكه بس لابسين روب. طب ما رح التلفزيون فكره عم يغنوا اوبرا. ما رح فوت بلعبه الاسامي جاماري، بس بدي اطرح عليك سؤال. في حدا من الفنانين عملت له انتاج ضخم وبرودكشن كبيره وحسيت نوعا ما كانت مبهبطه شوي عليه؟ شوف عملت كثير اغلاط بحياتي، مش بقصد الاغلاط لانه تعلمت منها. في حدا خيب لك ظنك؟ تعلمت منها. مش في مرات عملنا اغاني ما رح سمي اغاني كنت مفكر انه رح تكون غير، والنتيجه ما كانت مثل ما بدي، وبعدين عرفت ليش، بعدين عرفت ليش ما نجحوا. تينو كرم بتعرف ايام بيجوا لعندك عالم بركي شكلهم حلو بس صوتهم ما كثير حلو، بيكون عندهم غنيه وبدهم يطلعوا بشي البوم بشي تيون معين، وانت شغلك انه اذا معهم البيدجي تعمل له هالكومبوزيشن. اذا حدا من اولادك مثلا مره اجى قال لك انا بدي غني وعارف انت انه صوته ما كثير حلو ولا صوته ما كثير حلو، بتشجعهم انه يعمل الغنيه وبتعمل الكومبوزيشن، بتكون صديق معهم وبتقول لهم لا الغنى مش لقلك؟ بس جابوا معهم مصاري كمان. ايه. اكيد اذا معهم كل شيء بدك تاخذها از جوب. انا عندي برودكشن هاوس، اول انا ما بعمل كومبوزيشن لحدا ما بغني منيح، بس بعمل برودكشن يعني واحد جاي صوته مينيموم ما عنده المينيموم يغني ما بلحله، بس نعمله برودكسيون اذا بده يعمل غنيه دانس فيها كلمتين نعمل. بس اذا حدا من اولادك عارف انت على اي مصلحه فايت خلي يعمل ويكتشف انه هو هي الشغله اللي ما بده اياها. اكيد يعني خلي هو بالحيط، خلي هو يفوت بالحيط ليعرف، لانه راح يضل اذا كبر يقول انت ما خليتني، خلي هو يقرر. وبتزعل اذا راح عن حدا ثاني؟ لا بالعكس بالعكس احسن له. وين بتنصحه اكثر، يروح على طريق الفن ولا طريق اداره الاعمال ولا يعني كبرودكشن يعني يصير كبروديوسر، ولا بتخليه يفوت اكثر على الاف ان بي والمطاعم؟ ما خص خلي يعمل. يعني انت اختبرت هو الثلاث مجالات. انا اهلي ما كانوا يخلوني اعمل موسيقى، انا بالسر يعني هن ما كانوا عم يحطوا التلفزيون طلعت باستوديو الفن، ما كان معهم خبر، كنت عم بعمل انفورماتيك انا وكان ما بدهم اياني ادرس موسيقى. حبيت السربريز. سربريز. جمالي ليش مستقبلينك بسكسس ستوري؟ سمي لي مرحلتين كانوا هن الاساس وحسيت حالك انه خلال هيدي المرحله كانت ترامبلين تصير انت سكسسفل. شوف لما فتح استوديو الفن نعم
استسيمو اسمر الله يوجه له الخير اجى قال لي حرام انت عندك تلون، كنت انا ما بعرف اقرا الدوم من الري يعني كان كله على السما دروس موسيقى، كنت انا عم بعمل انفورماتيك. فلما طلعت باستوديو الفن اهلي قالوا لي طيب اعمل موسيقى بس كمل هندسه مع بنفس الوقت، ما قدرت ضاين عملت ميوزيكولوجي وبلش اشتغل ببيانو بارد. هون بلش حلمي انه دق مع ارتست معروفين تعرفني من وقتها. بعدين قررت انه صرت اشتغل بهالبيانو بار، صرت لا انا لازم يكون البيانو بار لإلي. لما صار لإلي البيانو بار حلمي الموسيقي صرت قادر حققه، لانه بدي اعمل برودكشن هاوس، بدي اعمل استوديو اللي بيكلف مبالغ. فاول ما قدرت اعمل مبلغ من المطاعم عملت الاستوديو الكبير اللي هو انا بشوف حالي بالمستقبل بالموسيقى مش بالمطاعم. قديه تقريبا بدك مبلغ لتعمل استوديو كبير بلبنان؟ تنبه مش الاستوديو اللي بيخليك تعمل، بس الاستوديو اللي بيخليك تصير بروفيشنال بهالشغله. عم تشوف صورتك بالاستوديو، هذا هو الاستوديو عم تحكي عنه؟ صحيح، هذا الاستوديو الجديد. من الاخر جمالي ياشا، عالميا لوين حابب توصل؟ انا حلمي اعمل موسيقى افلام. ما عملت واحد انت مره وربحت فيه؟ موسيقى افلام يعني كمان بدك فيلم انتاج كبير. بحكي عالمي، عالمي مش محلي، عالمي. لا انا كان عندي حصه كتير صغيره بفيلم سباي جيمز مع براد بيت وروبرت ريدفورد. بس اتس باك جراوند ميوزك لما كانوا ببيروت، بس تعمل موسيقى فيلم يعني مثل جون ويليامز لنقول هيدا حلم عندي ان شاء الله اقدر حقه. من الاخر الياسر رامي شد مجروحه بجون ماري ولدان. تسلم الياس ميرسي. كتير حلو، خاصة بس حكيت عن الأورجانيك ميوزك إنه حلو هيك نرجع لكل شيء هيك سامبل و... بدي أحكي شغلة على الأورجانيك ميوزك. لما عملت CD بالعكس أنا نعمل دعاية كان مع جان بول غوتيه وإيفيار، نقوا هيدا CD تيكون هو بالفاشن ويك لأنه لقيوا هيدا CD الأورجانيك ميوزك كان بوقتها بال 2010. Good luck. Thank you. تينو كرمنا الآخر. أنا كنت أسمع كتير باسمك، هلأ صرت أعرف مين الشخص وراه، فبرافو. شرفنا. Thank you. من الاخر باتريسا نامور، في شغله قلتها كثير حبيتها هي انك اكدت للكل انه فينا نعمل الباسون تبعنا على البروفيسيون. يعني انت لانك حبيت الموسيقى نجحت فيها وقدرت تثبت لاهلك انه في واحد يعمل مصاري من الباسون تبعه. وبدي اشكرك انه واخيرا نويل رح اقدر اسمع شيء غير عاده الاغاني اللي دائما بنسمعهم. ميرسي على كتنا. راشد بحسلي بعرفك انا على البيانو، بعرفك على الاورج، بس هلا بالكوليس شفتك عم تلحن على التليفون، مسك التليفون عم يقول تا 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 وعم يعطي كل الهيدا على التليفون. ايه عم بعطيه للشيف دوركاس ليكتبها لما فيك تلحن على الواتساب على التليفون. لا مش على الواتساب، بس بعرف مره كنت راجع من بوينس ايرس على باريس 14 ساعه لحنت ووزعت غنيتين بالطياره. واو كي حلبت. واو ما فيني اعمل لك غلا هيك. جان ماري انا كمان بدي اعمل لك هيك، بس عندي سؤال. تفضل. طالع بالي سر مطربه فنانه، بتتبناني؟ بتبناكي؟ ما في اتبناكي، بس انه جربي صوتك واذا سمعتي حالك وحبيتي حالك ليش لا. انا محلك تحبي حالك. انا محلك بتبنيها بلا ما اعملها فنانه. شو بدك تفهم؟ وانا بعمل لك هيك شمارين ياشي، فعلا انت سكسس ستوري لبنانيه، بنتمنى لك دائما كل التوفيق. يلي حضر الحوار كله ويلي بيسمعك بيقول بيشوف كيف كنت عم تجاوب بكل هالهدوء، بيقول يا اما واثق هالقد من حالك او بيقول انه هيدا هيز ريلي ا جريت بروديوسر ورصيده بالبنك فعلا كثير عالي، جاي ومرتاح الزلمه. يا بيعمل يوغا؟ لا الموسيقى. بيعمل موسيقى. عم موسيقى بتحبها. شوف البروديوسر انا هيدي هي، لانه اول ما بلشت كنت ما اعرف اذا عم بعمله صح ولا لا، وتعلمت من اغلاط كثير عملتها. انا ما خلقت بعائله موسيقيه ولا ربيت باستديوهات وما كنت الطريق هينه يعني، بس تعلمت لحالي ويا ريت ولادي يجيهم الفرصه يتعلموا لحالهم مش حدا يعلمهم، لانه هيدا نجاح بيكون نجاح حقيقي مش مدعوم. بروديوسر بأوروبا بيعمل كتير مصاري مثل ما عم تفكر، بس بلبنان ما كتير طلعوا هالدعاية. ما كتير طلعوا هالدعاية إنه بروديوسر بلبنان هو ناجح. لا بس الحمد لله ما في يقول إلا بشكر ربي، عندي عائلة بحبها ومرتاح.
ولهالوقفة أمام البوتس بتبرهن أنك فعلا شخص ناجح، شخص رايق وشخص واثق من حالك كمان، ومش غلط الإنسان يكون عامل ملايين وبركة ينبسط فيه ويعترف فيه، ونحن بنقول لك برافو لكل شيء بتقوم فيه. وألبوم كسنة إن شاء الله الكسنة اللي دايما بتعملها بتتحول لمارون كلاسي كمان. صحيح، بدي أقول شيء، انبسطت كثير. نزل كسنة ب2 ديسمبر بأول جمعة، عمل نمبر 1 بالتوب 5 بفيرجن، وهذا شيء كتير فرح لي قلبي يعني. واو حلو كتير، بتمنى لك كل التوفيق جمالي ياشي، وشكرا كتير لوجودك معنا. Thank you so much. Thank you.